الموضوع اللي انا هكلمكم ده مشكلة حصلت معايا انا شخصيا. بصوا يا جماعة، انا بتكلم اهو وبقول قدام في مكاني قدام كل العالم، الناس اللي بتتابعني، قدام اخواتي، قدام اصحابي، انا نفسي اللي يعني الموضوع ده، انا راجل بحب الكلاب، غاوي كلاب، قريت عن الكلاب، اتعلمت في الكلاب، انا مش تاجر، انا مش كلابزي، انا مش مدرب بتاع مزرعه، انا ما باخدش كلاب بفلوس بتدريب بالجو ده. انا غير ناس كتير، انا راجل بقدم محتوى، درع اليوتيوب اهو، عندي غيه عصافير، عندي زرعي اهو، كلابي اللي انا بلعب معاه بقدم عليها المحتوى من خلال شرح، من خلال معلومة أنا بديها لك. حصل موقف معايا الكلام ده علشان أنا بقوله قدام النت كلها منعا لحد يفتح بقه. أنا من 3 أشهر كان عندي قمر وأكسانة، قمر تبقى حفيدة إبش بنت قمر، واخدها من السيد كلش ب28,000 جنيه في شغل، وكان عندي أكسانة جايبها انا ومصطفى ابو تشيش بنت باكستر، باكستر الكلب اللي كان عندي اللي كان بورقه. بس بقى الكلاب دي قعدت عندي سنه، ولدت مره، قمر كنت جايبها تعتبر من على عيالها، ربنا كرمني وقعدوا عندي شويه، وبعدين الصيف دخل، وبعدين الاثنين حاضن، وبعدين جوزتهم هما الاثنين وما حصلش نصيب. عرضتهم للبيع، حازم كلمني وقلت لمصطفى عليهم، قال لي اصبر، وحازم كلمني قال لي انا يلزمني نتايه، قلت له والله يا حازم انا في واحده جايبها ب 28 السيد كلش، قال لي ده بطله بس غاليه، ده الواد ظروفه وظروفه، قال لي انا عايز حاجه سكه ال 10، قلت له عندي نتايه انا جايبها ب 13 ومصطفى جايبها لي، لو حصل نصيب يا عم مش فارقه وبتاع وانا بخسر، بس بلاش ايه الدنيا، عندي 7-8 كلاب والصيف كان كرهني في حياتي. توكلنا على الله وحازم جاب الناس وجه عايزين يوصلوا بيها ل 8 ولا ب 9، 8 تقريبا، فقلت له حازم ما ينفعش، المهم لا ب 10 لا ب 9 خلاص طبعا وسطا، قال لي هرد عليك النهارده بالليل او بكره حاجه زي كده. رنيت عليه قال لي الولا ابوه لسه ما ردش عليه. لقيت حد بيكلمني بيقول لي يا عم شريف انا عايز اقعد معاك شويه، اسمه حسام من اجا، يعتبر بلديات، اتفضل يا عم حسام. قال لي يا عم شريف انا جاي اقعد معاك شويه اشرب الشاي. قعدنا هنا على الكرسيين ده همك، شربنا الشاي، قال لي انا عندي ظروفي وكنت بربي مواشي ونفسيا ايه ومش نفسيا ايه وخسرت، وخسرت مليون جنيه ومش خسرت مليون جنيه، ما علينا، ايه الدنيا؟ قال لي انا عايز اعمل مزرعه كلاب. قلت له لا نتكلم بقى، قلت له مبدئيا انا كل الكلاب اللي عندي دي، انا عندي بقر مالينو، انتايتين رويال، عندي بوجي، عندي ركن، 5-6 كلاب، يعني انا مش بجيب لك مزرعه، افهم انا قصدي ليه، انا برضو فاهم انا بقول له ايه. قلت له يعني لو انت محتاج حاجه انا هدلك تجيب من مين؟ قال لي ماشي. قلت له معاك فلوس قد ايه؟ قال لي ما تشغلش دماغك بالفلوس، بس قال لي ما تشغلش دماغك بالفلوس. قلت له جميل حقك عليا، طب عايز تعمل عدد قد ايه؟ قال لي هعمل مثلا 6-7-8 نتي ودقر او دقرين. قلت له طب وانت بتفهم فيهم؟ قال لي لا. قلت له لا ده لازم شغل بيطري. قال لي انا اختي دكتوره بيطريه وجوز اختي دكتور بيطري. قلت له طب مبدئيا والله انا، قال لي اللي عندك ايه؟ ينفع اخد الشغل اللي عندك ده؟ قلت له لا ده دي كلابي بس انا بطلع النتايتين الرويال. النتايتين الرويال دول واقفين عليا انا ب 40,000 غير اكلهم وشربهم. من هنا لهنا قلت له يا عم خلاص انا مسامح ليك ب 35 ولا اقول لك 30. تمام؟ تمام. قمت رنن على حازم وهو معايا، قال لي هجي لك اخد النتايه. قلت له معلش في واحد جه قعد وشبط، يا عم انا متفق يا عم، ده الراجل جالك البيت. قلت له انت ما ردتش عليا يا حازم قدامه ويا حسام، انت شايف الفيديو اهو، خش رد. وقمت قافل معاه والراجل اخد كلابه ومشوا. 3 أيام لقيته بيرن عليا، وكان محمد دمياط معايا على التليفون وقال لي انا عايزه. قلت له معلش في واحد اتكلم معايا. بعد 3 أيام لقيت اللي بيرن عليا بيقول لي انا عندي ظروف وعايز ابيع الكلاب. قلت له طب ما انا كان معايا الزباين وانت اللي جيت قلت لهم لا. قال لي لا يا عم انا عايز ابيع.
قمت منزل صور الكلاب وقمت عامل عليهم عرض، لقيت الناس كتير اتصلت بيه. انا من نوع لا باخد فلوس من حد ولا عايز فلوس من حد. حطيت رقمه. المعلم كل اللي يرد عليه يقول لهم الواحده ب 30، الواحده ب 25. وطبعا الناس ما عادتش هبله وعارفين شريف كان بيبيعهم بكام، فطبعا ما تبعوش. لقيته بعدها باسبوع قال لي يا عم لا انا هسيبهم وهفرخ وبتاع وربنا يرضيني. قلت له ماشي ماشي. بعدها باسبوعين قال لي انا عايز ابيعهم. قلت له مصطفى ابو تشيش كلم النمره دي وشوف خليه يبعت لك فيديوهات وبيعهم له. قال لي حاضر. راح يشتغل مصطفى اللي هو كان جايبهم معايا ده النتايج 30 ودي تبقى ايه ودي تبقى ايه. قال له يا ابني يا ابني يا ابني انا اللي جايبهم انا وشريف مع بعض، انا وشريف اللي جايبهم مع بعض. عدى الكلام لقيته بعدها باسبوع قال لي يا عم انا عايز اسيبهم تاني وانا عايز نتايج ودكر تانيين. هربت منه ما حبيتش ان انا اجيب. لقيته بعدها باسبوعين بيرن عليا طب انا عايز ابيعهم طب انا هسيبهم. لقيته رن عليا من 4-5 ايام ودي بقى اللي انا عايز الناس ترد عليا في الفيديو ده. لقيت اللي بيكلمني بيقول لي يا عم شريف انت انا عايزك تخرجني من الكلاب دي. قلت له يا باشا طبعا بقى كان خلاص كفرني. قلت له ما انا عرضت كل ما عرضهم لك انا بديك حاجه. انا اتفقت معاك ب 30 وجيت قلت لي باقي لك 3000 اديتني 27. قلت لك يا ابني ال 3000 دول مني لابنك. وراجل دخلت بيتي نتايتين رويال كل واحده والده مره على الضمان 2 ب 27000 لونج هير كلاب جد ابطال. لقيت اللي بيقول لي ايه انت ضحكت عليا بقى. قلت له ضحكت عليك ليه يا حبيبي؟ قال لي ما انا بقول لك اهو بيعهم الاثنين على بعض ما يجيبوش 10000. قلت له اه. قال لي انا كل ما بوريهم لحد وانا عايز اكسب من الكلاب. قلت له طول ما انت فقر كده عمرك ما هتكسب. واخد الاثنين انا متجوزهم والاثنين طلعوا فاضيين لانه فقر. قلت له يا ابني انا غير مسؤول. قال لي طب لما تعرض خلي رقمك انت. قلت له ليه وانا كبري انا بنزل رقمك انت انا ما باخدش فلوس منك. هتبيعهم ببيعهم لك. عايز تاخدهم خليهم لك. قال لي انا هجيب لك الكلاب وارميها قدام البيت. قلت له على مفخلك اركبه. عايزنا موتهم لك حالا موتهم لك ولا يشغلني. لكن كون ان انت تيجي تهددني ولا بنغى تيجي تقول لابويا مش انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ عيب الكلام ده. خد بالك انا ما رضيتش انزل الفيديو ده حسام غير لما بعت لك الكلام. هكمل لكم. المهم ناس حبايبي من بلدها كلمتني وجم نفذوا في الاثنين ب 25 فبيقول لي انا خسرت 2000 جنيه ولا بيقول لي نفذت بكام ب 20 مش عارف. قلت له باشا انا كنت سايب لك 13000 جنيه بس ده دليل ان انت راجل موسوس العيب فيك وربنا عمره ما هيبارك لك ولا عمره هيرزقك. وحط في دماغك حاجة انت ساعة ما قلت لي انا هجيب الكلاب البيت ما تجيب وربنا لو كنت سبتهم في الشارع العيال تاخدهم وتيجي لو انت كنت هتطول مني شيلن بصهم. وبقولها للمرة المليون قدام العالم كله انا مش بنتك انا واحد غاوي بجيب الكلب الحلو اللي على مزاجي. انت عجبك الكلب اللي على مزاجي انا وجيت اخدته مني على راسي. ما تجيش بعد يومين بعد اسبوعين تقول لي خده انا ما عنديش مرتجع. انا ما هي السلعه تاخد كلب يبقى فيروس عندك ولا يحصل له حاجه وتجيلي. لا انا يا باشا بديك الكلب عجبك اهلا وسهلا. انت واقف عايز تحمل له تحليل خصوبه تجيب حد يتفرج على راسي لكن انا ابقى ملزم ابيعهولك؟ لا انت تقول لي اه عايز اخرج منه اصوره لك واعرضه لك واحاول اشوف لك حد. ما حصلكش نصيب رزقك يابا. لكن تجبرني ان انا اعمل كده؟ مصطفى بتشيش معايا، محمد ضياف معايا، خالد خاطر معايا، كل الناس دي كلمته وعرفت ان هو كان بيغني وبينصب في الاسعار فحبيت ان انا اطلع قدام الناس كلها. انا مش بوشين، انا لما بقول لحد حاجه حلوه بتبقى حاجه حلوه. مش محتاج اخد جنيه زياده من حد اللي ربنا كاتبه لي رضا من عند ربنا. عشان كده انا كرهت الغيه بسبب العيال الصغيره اللي زي دي. تحياتي لكل متابعيني في مصر وفي الوطن العربي في العالم كله واحلى مسا على عيونكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.